بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن الفلتر، والفلتر حاجة من الحاجات العظيمة جدا في اللغة وفي لغات البرمجة عموما. هتقول لي أنت كل درس بتقول عليه كده، هقول لك ما كل حاجة في لغة البرمجة عظيمة، لكن الفلتر بيندرج تحت بند عظيمة جدا. طيب، الدرس اللي فات قلنا إن إحنا هنخلي معانا الكود عشان نبص عليه بصة في الدرس ده عشان تقارنه. غير كلمة ماب لكلمة فلتر وبص على النتيجة، فمش هتفهم حاجة لأن أنت لسه مش عارف الفلتر. تعال للدرس عشان تفهم الفرق بين الفلتر والماب، وتعرف إن كل واحد ليه طريقة وكل واحد ليه كونسبت مختلف تماما. الاتنين طبعا هتلاقيهم بيتشابهوا في السنتاكس وفي طريقة الكتابة، لكن طبعا كل واحد ليه وظيفة تانية خالص. الفلتر بيقبل منك فانكشن وإيتريتور زي الماب بالظبط. الفلتر بيران الفانكشن اللي هتديها له دي على كل عنصر من عناصر الإيتريشن زي الماب بالظبط. الفانكشن دي اللي انت تديها له ممكن تكون بري ديفايند مكتوبه في الابلكيشن عندك، او لامدا فانكشن بنكتبها اون ذا فلاي زي الماب بالظبط. 4 و5 بقى مش زي الماب بالظبط. الفلتر فكرته انه بيستنى منك بوليان فاليو ترو او فولس. البوليان فاليو دي بتحدد لو ترو هياخد البيانات ويطبعها لك معاك في الليسته اللي انت اصلا بتفلترها. لو مش ترو فولس البيانات دي بتطير خلاص، بيفلترها ملهاش لازمه. يعني هو بيرجع لك البيانات اللي الكونديشن بتاعها بيتحقق. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا ناخد مثال عشان نفهم الكلام النظري ده معنى ايه. لو جيت عملت فانكشن اسمها تشيك نيم، او خلينا تشيك نمبر الاول، نبدا بارقام تكون حاجه سهله في الاول، وبعديها على طول مستوى متقدم شويه اللي هو التكست. دلوقتي انا عايز اعمل كونديشن بسيط جدا، بقول له لو النم اكبر من 10 هتعمل ايه؟ هترجع لي الرقم ده. بس ده الفانكشن بتاعتنا ببساطه شديده. طيب هقول له بقى ان انا عندي مثلا لستة ارقام اسمها my numbers. مثلا my numbers فيها 1 19، او مثلا ماشي 19 10 20 105. دي لستة ارقام عشوائية جبتها من دماغي، وعايز ابدأ افلتر الدنيا. هل البيانات اللي انت تفلترها زي ما عملنا في الماب بالظبط هتخزنها في variable ولا لا؟ شرحنا الفكرة دي. هخزنها في variable هسميه my result. مثلا my result بتساوي الفلتر بتاعك. او فلتر طالب منك ايه؟ حاجتين، الفانكشن والايتريشن. هقول له تشيك نمبر، دي الفانكشن، فين الايتريشن بتاعك؟ ماي نمبرز. تمام كده؟ تمام، خلصت. عايزين نلوب عليه بقى. هقول له فور مثلا ان من نمبر ان، او ممكن تقول له نمبر عشان بس تبقى واضحه ليكوا، فور نمبر ان ماي ريزلت برنت النمبر، وبس. وكل عام وانتم بخير، وخلص الموضوع وزي الفل، وطلع لك الارقام اللي في الليست بتاعتك اللي اكبر من 10. طيب ستوب هنا بقى قبل ما ندخل في الاكزامبل 2، عشان في معلومه مهمه عايز اقولها لك ولازم لازم لازم تركز فيها. هنا يا شباب لما انا قلت له الكونديشن ده وقلت له رجع لي النمبر نفسه، هو لازم لازم القيمه ترجع ترو عشان يفهمها. يعني ايه لازم ترجع ترو؟ لو جيت حطيت لك هنا صفار، صفرين هنا وصفر في الاخر، زياده الاصفار خير. مثلا دلوقتي لو انا جيت حققت، يعني مثلا طلبت الشرط ده، الاصفار مش هتطلع لان هي مش اكبر من 10. طب لو انا جيت عملت شرط ان هل النمبر بيساوي صفر ولا لا، ده الشرط بتاعي، انا عايز اطلع من الليسته الصفر مثلا. انا كده انا دي دماغي، يعني انا بديك بس مثال. هل يا شباب الشرط ده هيتحقق؟ بص كده معايا، بتقول له لو النم ايكوال تو صفر رجع لي النم. طيب لما انت رجعت النم الفلتر مش هيتبعه، عارف ليه؟ عشان الصفر فولز وهو ما بيتبعش فولز. امتى يرجعه لك؟ لما تيجي تقول له رجع لي ترو. لو الشرط ده اتحقق رجع لي ترو، عشان انت رجعت ترو هيرجع لك الاصفار اهي. فكده انت لازم تتاكد ان انت بترجع ترو، مش بترجع قيمه زي ما انا كنت عامل من شويه كده. كده ما ينفعش، لازم تتاكد ان انت مرجع قيمه. حلو قوي الكلام ده. طيب رجع لي بقى ايه الاكبر من 10 تاني، وقول لي يعني ايه هرجع قيمه. هقول لك ببساطه شديده، لو جينا تحت خالص هنا وقلت لك برنت 100 اكبر من 10 هيحصل ايه؟ هيترجع لي ترو اهي. ده كونديشن يا شباب، ده كده انت بتعمل ده يعني اوبريتور فعلا بيقارن بين الرقمين، ال100 اكبر من 10 ولا لا. طب لو قلت له 10 اكبر من 10 فولس، ال10 مش اكبر من 10 اهو. انت تقدر بقى تكتب الكونديشن ده دايركت في الريتيرن على طول، تقدر تيجي تقول له هنا نم اكبر من 10 دايركت من غير ما تكتب ايه في كونديشن كده. هنا ايه اللي بيحصل؟ هنا البيانات اللي هترجع دلوقتي كونديشن بيقول لك النم اكبر من 10، لو اكبر هيقول لك ترو، لو مش اكبر هيقول لك فولس، وبكده كل حاجه ترو هتتحط في الليسته اللي هتطبع لك اهو. بس كده ببساطه شديده والحمد لله. طيب ناخد مثال تاني يكون مور ادفانسد شويه. لو جيت عملت هنا اكزامبل 2
حطيت كده ونعمل اللي هو السيباريتور بتاعنا، نحط علامة هاش مضروبة في 50، والاكزامبل 2 بتاعنا بيعمل نفس النتيجة. طبعا هنغيره دلوقتي. اللي تشيك نمبر دي هسميها مثلا تشيك نيم مش نمبر، وبتقبل مني نيم. بتعمل ايه بقى في النيم؟ عايز اتأكد هل النيم ده بيبدأ بحرف الـ O كابيتال ولا لا. طيب نعملها ازاي دي؟ ادي النيم دوت ستارتس ويز، وتقول له حرف الـ O بس. هو ده الكونديشن يا جماعة، اكنك عملت if condition بالظبط. تقول له if condition name dot start with O return true بالظبط. هو ده نفس القصة، انت بترجع true direct لو ده حصل او لو ده اتنفذ. طيب المرة دي my numbers، لا my مثلا strings مثلا، او my texts، اي حاجة تعجبك مفيش مشكلة خالص يعني. وmy texts دي هنحط فيها اسماء المرة دي، مش هنحط ارقام زي كده. هقول له اسامة، بعد اسامة هقول له مثلا عمير، مش عارف مين عمير ده، كان في كابتن ماجد تقريبا. وعمر، هنجيب عمر وعمير والناس كلها بقى، واحمد وسيد، مش عارف انا اخترت حرف فظيع مش فاكر اي حد بحرف الاو خالص. عثمان، مية مية. طيب ده الماي تكست. الماي ريزالت هسميها برضو ماي ريزالت، مش مشكلة، نفس اللي فوق هي هترابلسها، بس مش عايز الخبط حد فيكم. هقول له مثلا ماي ديتا او ماي ريتيرند ديتا، اي كلام فاضي مفيش مشكلة خالص. طيب my return data دي هتشغل الفلتر. الفلتر عايز function ايه؟ check name. check name دي هتتشيك مين بالظبط؟ ال my text اهو. تمام، نيجي لللوب. هتلوب على ايه؟ هقول له هلوب على in اللي هو مثلا، او person اللي هو الشخص، in my return data. تمام كده، بعد كده اطبع لي البيرسون واقول له اتفضل. قال لي ايه؟ اسامة، عمير، عمر، عثمان. ده الفلتر يا جماعة ببساطة شديدة وزي الفل، فوش اي مشكلة خالص. نيجي للإكزامبل 3، هيكون باللامدا فانكشن عشان تتعود عليها وتعرف هي بتتعامل ازاي بالفلتر، لان الموضوع مش محتاج، هي نفس الفكرة. طيب ممكن ناخد التشيك نيم ده نفس القصة نعمله، بس المرة دي ممكن نبدل بقى الاسماء ونبدل الحاجات دي زي ما انت عايز عشان يطلع لك نتائج مختلفة وحروف مختلفة مثلا، وفي نفس الوقت نستخدم لامدا فانكشن. طيب اول حاجة انت محتاج الفانكشن دي عشان البري ديفايند، لا انا هكتب لامدا فانكشن دلوقتي، فدي انا مش محتاجة اهو. تمام، طب نهمشها عشان ننسخ منها الريتيرن دي عشان لو حد لسه بتلخبط. ماشي، نهمشها. الماي تكست دي نسميها مثلا ماي نيمز، ماي نيمز اسامة، احمد، خلينا نحط مثلا ايه، امير، يكون حاجة كده بحرف الايه. تمام، ماي ريتيرن داتا هنسميها مثلا my returned names بالشكل ده. تمام، فلتر بيطلب مني ايه يا شباب في الفلتر هنا؟ دي اللامدا فانكشن اللي احنا هنكتبها عشان مش predefined. ادي اللامدا، بعدين اللامدا هتطلب مني ايه؟ البيرسون، اسم الشخص هسميه نيم اهو. بعدين هنا عايز تشيك على ايه؟ الريتيرن اللي انت عايزه، عايز اقول له ان النيم دوت ستارتس ويز، المره دي حرف الايه. طب فين النيمز بتاعتك اللي هو هيتشيك عليها؟ اللي هي دي my names دي. تمام كده، تمام. نيجي نلوب بقى، هقول له هنا مثلا حرف البي بس من الشخص مثلا، for b in my returned name print b، ودي هتكون اخر حاجة عندنا بالشكل ده. جاب لي ايه يا شباب؟ عثمان، مش عاملين احنا بينهم الاخ ده كده عشان بس ايه تفصل البيانات عن بعضها اهو. جاب لي احمد وامير، احمد وامير دول بيبدأوا بحرف الايه. دي يا شباب نفس الفانكشن اللي انت كتبتها، ده البارامتر النيم ودي الريتيرن. تقول له الريتيرن نيم ستارتس ويز ايه، اللي هو امير، احمد، اي حاجه، ودي ليستد الاسماء اللي انت بتتشيك عليها، وده الفاريبل اللي شيكت او اللي خزنت فيه البيانات بتاعت الفلتر. مش حابب فاريبل بتروح واخد الاخ ده وتضيفه هنا وتلوب عليه على طول، وكده ده ما بقاش ليه لازمه اهو كده. تمام، لو انت مش عايز فاريبل ده في الحاله ان انت مش عايز فاريبل كده. يا جماعه الحمد لله اتعلمنا الفلتر كله تمام وزي الفل، وعرفنا كل حاجة عنده، وعايز اقول لك هناخد عليه تطبيقات كتير في المستقبل بإذن الله، بس لازم الاول الدرس البيزك ده تكون فهمته بالتفصيل وما توقعش اي معلومة عشان هنستخدمه كتير بعد كده. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.